السلام عليكم، أنا اسمي أحمد. درس الألماني بتاع النهاردة فيما يخص النطق، نطق الـ AR في آخر الكلمة غالبا. احنا عندنا في الألماني كل ما هو ينطق يكتب، أوكي، بس الـ AR لما بتيجي في آخر الكلام غالبا ما بتنطقش AR زي ما هي، بتنطق AR. إزاي؟ زي هنا مثلا بقول مت أبايتا، ما بقولش مت أبايتيا، وزي مثلا لي غار، اوكي، او موتا او فاتا شفستا بسا بيفونا فارا فكويفا زاوبا، تمام؟ يعني بمنطقهاش اي ار، بنطقها ار. آر. ده فين؟ ده في اخر الكلمة، بس انا بكلم على اخر الكلمة، تمام؟ اما تنطق زي دي او مش زي دي. بقى لما بتيجي الار في الاخر وقبليها ايه، ممكن في حالات نادرة ما تنطقش الار اصلا خالص، بينطقها حاجة ما بين العين والغين والراء، ما بين العين يعني، مثلا كده مثلا بيقولش ايغ ولا بيقول اير، بيقول ايا، تمام؟ اما دي فاسمها ديا، اما دي فاسمها جفيا، اما دي اسمها فيا. يعني تقريبا الار ما تنطقتش. طب امتى انطقها اير وامتى انطقها اي ار؟ ده حاجه اسمها سبراخ كيفول، يعني الحس اللغوي. يعني غالبا لما تكون الكلمه كبيره بتنطق زي دي، وغالبا لما تكون الكلمه قصيره تنطق شفيا او ديا، يعني تقريبا الار ما بتتنطقش. لو الفيديو عجبكم لو سمحتوا حطوا لايك او سبسكرايب على الصفحه، ولو عندكم اي اسئله لو سمحتوا اكتبوها برضو.